وإلا النبي نفسه كان بيحب عليه الصلاة والسلام. مش النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كده واللفظ ده يا جماعة؟ يعني تعالوا كده نتذوق، مش هقوله بس بالأذن، لا احنا نتذوق بكل الجوارح كده. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن السيدة خديجة يقول إني رزقت حبها، شايف اللفظ الجميل ده؟ يعني الحب رزق طبعا، رزق يعني مش رزق. أي حد يقول على الحب لا، والحب ما هو ده اللي احنا بنقوله، الحب يا جماعة رزق، رزق ساقه الله إلينا. خدت بالك؟ الحب بيهذب المشاعر. الإنسان لما يكون بيصاب بحالة من الهم والغم وما إلى ذلك بيروح يشكي لحبيبه. احنا هنضبط البوصلة دلوقتي. أيوة. بس خلينا نتكلم في العموم دلوقتي. لكن النبي قال إيه؟ إني رزقت حبها. ده رزق هو اللي ربنا، أنا مش بإيدي. وكان كل يوم يصبح السيدة عائشة باللفظة الجميلة دي كما في الصحيح، يقول لها والله يا عائشة إني أحبك يا عائشة. حتى يعني سيدنا سعد بيقول، احنا في يوم من الأيام كنا راجعين من غزوة اسمها ذات السلاسل أو ذات الرقاع، فبيقول انا قعدت مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، استغفر الله، سيدنا عمرو بن العاص، فبيقول قاعد كده مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ومن كتر ان النبي عليه الصلاه والسلام بيحبني، فعاوز اقول له يا رسول الله يعني من احب الناس اليك؟ فقال له عائشه اول حاجه. فقال له لا، انا لا اسال عن ذلك، وانما اسال ايه؟ عن الرجال. فما قالوش ابو بكر، لكن قال ايه؟ ابوها. ابو مين؟ ابو عائشه. شوف شوف مرتبطه بيها. مرتبط، هو مرتبط بالسيده عائشه رضي الله عنها. فهو ده الحب يعني عامه يعني.